هاكد على اللعيبه في ماتش الاهلي بالذات لازم نحافظ على لعيبه الاهلي، وانا بقولها على الهواء. تصريح ناري من مدرب مصر للمقاصه قبل مواجهه الاهلي اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة شريف ياسين. أثار محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق القروي الأول بنادي مصر المقاصة حالة من الجدل بعد تصريحه عن مواجهة فريقه أمام الأهلي اليوم، والمحدد لها في 7 مساء اليوم الأحد على ملعب الجيش بالسويس ضمن مؤجلات الجولة 18 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. عبد الجليل خرج بتصريحات تلفزيونية وقال: هطالب لاعبي المقاصة بالحفاظ على لاعبي الأهلي بسبب ارتباطهم بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة المقرر إقامتها في المغرب السبت المقبل. هأكد على اللعيبة في ماتش الأهلي بالذات لازم نحافظ على لعيبة الأهلي، وأنا بقولها على الهواء. هطالب لاعبي المقاصة بالحفاظ على لاعبي الأهلي من الإصابات لأنهم يمثلون مصر في نهائي دوري أبطال إفريقيا. لازم الراجل رايح يلعب مباراة يمثل مصر كلها، يمثل أفريقيا. انا يعني هقول للعيبه المقاصه مفيش احتكاكات جامد، وبالذات المباراه دي كمان عشان الاهلي رايح مهمه خاصه. تصريحات محمد عبد الجليل اثارت الجدل واعتبرها البعض نوعا من التساهل، خاصه ان مصر للمقاصه ضمن البقاء بمسابقه الدوري العام حيث يحتل المقاصه المركز 8 في جدول ترتيب المسابقه برصيد 37 نقطه. عزيزي المشاهد، ده كان الخبر بتاعنا النهارده، ارجو ان يكون كان مفيد ليكم. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بلايك، ولو لسه اول مره تشوفنا ياريت تكون من اسره شريف ياسين وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. كان معكم شريف ياسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.